متأكد يا باشمهندس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم، والأهلي في المونديال بين ذكريات الأمس وأحداث اليوم وتوقعات الغد. إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين وهذا البث الاستثنائي في لحظات السعادة والفخر بالأهلي. الأهلي على أرض المونديال، الأهلي سفير الكرة المصرية والأفريقية للعالمية. النهاردة يا باشمهندس يمكن كان خبر كويس جدا في تمرينة الأهلي اللي انتهت منذ قليل، الجهاز الفني والطبي اطمنوا على حالة العائدين من الإصابة أو اللي كانوا اشتكوا. في بارقة أمل دلوقتي والدنيا بتتقدم يعني نحو الشفاء، هم في مرحلة استشفاء دلوقتي. وانت كلمنا الصبح الدكتور أبو عبلة، كان في قعدة لينا مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، للحقيقة عملوا حاجة كويسة جدا تصل لمستوى بقى العالمية، وازاي فريق جاي يشارك في بطولة كبيرة زي كده. جابوا معاهم الأجهزة الطبية الحديثة اللازمة، كان من ضمنها زي ما قال لنا الدكتور أحمد أبو عبلة جهاز السونار المحمول، بدل ما في لاعب بيشتكي من حاجه لسه هتدور على مستشفى وهتدور على مركز اشعه تكون الفقاعه وتخرجوا من الفقاعه وتدخلوا في مستشفى حدوته كبيره. ف كويس قوي ان الجهاز الطبي جاب معاه جهاز السونار المحمول. لما اشتكى حسين الشحات في بدايه التمرين امبارح من شد في العضله الخلفيه، كان فيها بعض التكايه كده بعد مباراه بيراميدز الاخيره، لكن الحقيقه النهارده في التمرين يمكن بدا الجهاز يدي حسين شويه بشويه، بدا يلمس وبدات المساله تقول انه ممكن ان شاء الله يلحق. الله كل بيبذل مجهود، والحقيقه كل واحد قام بدوره بسم الله ما شاء الله، الظروف استثنائيه والجهود استثنائيه. صحيح. على فكرة كمان محمد هاني، يمكن هاني بيتعافى بشكل جيد جدا، إن شاء الله يكون عنده هو آخر فرصة للحاق بمباراة الخميس مع الدحيل القطري. محمد هاني يمكن بكرة أو الثلاث يدخل كرة بشكل قوي، النهاردة أدى تدريبات الجري ولمس كرة برضه على خفيف، لكن يمكن وليد سليماني اللي يستنى شوية على أمل اللحاق إن شاء الله. حالة تانية مز. فدي كانت ثلاث أسابيع. يعني مقرر لها ثلاث أسابيع، وإنما يعني ما فيش حاجة، يعني مع الجهود المكثفة ربما ينجحوا في اختصار الوقت، لكن في كل الأحوال كل واحد بيعمل اللي عليه. التدريب النهارده يمكن اكتر من ساعه وثلث تقريبا، واضح ان موسيماني مذاكر المنافس بشكل جيد جدا وبدا شغله يبان من الناحيه التكتيكيه كمان. ما حدش مضيع دقيقه من وقته هنا استاذ ابراهيم، كل واحد حتى اللعيبه. انا بشوف اللعيبه في وقت فراغها بتتفرج على المنافس عشان تقدر تعرف يعني اكبر قدر من المعلومات، ودلوقتي الكرة ما بقتش سر يعني كل واحد يقدر يعرف كل شيء عن المنافس بتاعه لو أراد وركز، ولا يبقى إلا التوفيق بإذن الله. طب وانت متابع بقى باشمهندس خلية النحل الأهلوية ديت في البطولة، كل واحد بيقوم بدوره، الكابتن محمود الخطيب رئيس البعثة بيقوم بدور مهم النهاردة عمل اجتماع، يعني هو الراجل تحس ان طول الوقت بيفكر في تفاصيل. جه بعد قبل الغداء قال نقعد مع الإعلاميين، وكانت جلسة الحقيقة كويسة جدا، لأنه نقل تصوراته، نقل فكره، نقل مجلس الإدارة بيفكر فيه، وطلب من المجموعة الإعلامية أن تلتزم بأنها تتحرك في التوجه بتاع البعثة وبما يخدم البعثة، ولا حاجة تتقال زيادة ولا يحصل تعتيم على حاجة لازم تتعرف عشان ما حدش يجتهد ويطلع إشاعة. كانت جلسة يعني سمع للناس وقال لهم هو يعني بيفكر ازاي، واعتقد ان كل واحد قام القعده دي عارف دوره وعارف هيعمل ايه. يعني كمان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي اللي كان نقل للمستشفى العزل اثر ثبوت اصابته بفيروس كورونا، الحمد لله حالته جيده، يمكن تواصلنا معاه مطمئنه وبيشتغل حتى وهو في مستشفى العزل. ما هو الحقيقه احسن حاجه عملها كابتن الخطيب انه كمل ان هو يشتغل وهو في العزل، عشان انت مش في اجازه، لا عشان يقدر يشعر ان هو مش حاسس باعراض. ايوه. وفي نفس الوقت العزله اللي هو فيها العلاج بتاعها المهم الشغل الحقيقه، طالما انك قادر ومش حاسس باعراض، وهو يمكن هتعمل له مسحه بكره والبعثه كلها بكره تخضع لمسحه، ويوم بناء على طلب البعثه يوم الثلاث كمان المسحه الاخيره بالنسبه للعيبه باذن الله تعالى، المسحه اللي خاصه بالمباراه يثبت باذن الله ان الكل يكون سليم ويكون جاهز. نأمل هذا باذن الله، نأمل هذا اي حاجه. ويعني اعتقد ان يمكن احنا عشان ظروف الفقاعه مش دريانين قوي باللي بيحصل حوالينا، ولكن احنا عاملين اكثر
من مفاجأة هيبقى معانا أكثر من اتصال عشان نعيش الناس أجواء الشارع خارج الفقاعة. طيب هنطلع لفاصل دلوقتي سريع، وبعد الفاصل هنشوف مفاجآت المهندس عادل القيعي. أهلا بحضراتكم من جديد، رجعنا لكم وبنطمنكم على بعثة الهلال يا باشمهندس. الأخبار الطيبة كتيرة، ما هنحاول النهاردة بإذن الله نحط السادة المشاهدين في كل الأجواء خارج الفقاعة اللي احنا عايشين فيها. ما عندنا أكتر من اتصال يمثله مفاجأة فيها معلومات كتير، كل اللي عايزين يعرفوه تمام. عن تأثير وجود البعثة والنادي الأهلي في هذا المحفل، وبإذن الله يعني أكتر من مفاجأة يعني هتحط الناس في الصورة تماما. يعني عايز أقول لحضراتكم إن هنا البعثة عبارة عن خلية نحل فعليا. المهندس عدلي كان أشار لكم قبل الفاصل للكابتن محمود الخطيب واجتماعه واستعداداته وترتيبات البعثة حتى في الشق الإعلامي، وإزاي الأمور ماشية بفكرة خلية النحل. كله بيخدم سواء في الاتصال بالاتحاد الدولي، باللجنة المنظمة، حتى مندوبين الفيفا. يعني احنا لاحظنا ان في مندوبين من اللجنة المنظمة مقيمين في الفندق ما بيغادروهوش. لا ما بيغادروش، ما هم مش مسموح لهم يطلعوا يخشوا. ده فيهم ناس برضه، هم كمان فيهم ناس قال لك عندنا بيوت ما ينفعش نروح. فطبعا الفكرة كلها ان كل شيء انت عايز تستفسر عنه تقدر تعرفه هنا من الاوتيل. ولذلك المهندس خالد مرتجي اجتمع مع مسؤولين امبارح، المهندسه حنان الزين اجتمعت مع يعني فيما يخصها في اللوائح امبارح والنهارده. مهندس سمير عدلي الحقيقه يعني مهندس سمير شيخ عدلي الاداريين الرياضيين الحقيقه برضه كان قايم بمجهود يوم بمراجعه كل بيانات البعثه مع المسؤولين في اللجنه المنظمه والفيفا. فيعني عايز اقول حاجه، ان التجربه دي ازعم انها هتخرجنا بفكر جديد في اداره البطولات المستقبليه على مستوى العالم. يعني شفنا ناس كتيره بتتكلم يا باشمهندس حتى في الاعلام الدولي على نجاح فكره الفقاعه المصريه في الاحترازات والشروط الاحترازيه. بمناسبه بنبارك للشعب المصري انتهاء بطوله كاس العالم لكره اليد في القاهره على اروع واجمل ما يكون التنظيم، وبدون احداث وبدون كورونات يعني مزعجه. ده دليل نجاح تنظيمي هائل، وايضا اداء المنتخب المصري نال احترام الجميع، وده مهم جدا. كان ممكن نروح ابعد من المركز السابع، لكن انت لعبت الفرقتين اللي هم طرفي النهائي النهارده بالظبط، وخسرت منهم في اللحظات الاخيره صحيح، وبفارق هدف صحيح. يعني ما فيش انجح من كده. يعني عندنا فريق واعد متوسط السن فيه كويسه مع الجيل اللي هو حائز على بطولة العالم الناشئين. فأعتقد أن المسألة مستقبل كرة اليد ماشي في الطريق الصح. لكن خلينا في كرة القدم دلوقتي أستاذ إبراهيم، لأن عايز أقول لكم حاجة على صرامة النظام هنا في مواجهة الإجراءات الاحترازية ومواجهة فيروس كورونا. أنت عارفين أن كل فرقة متثبت لها ملعب تدريب ما تغيروش، ومحدش غيرها يخش فيه، اكنك انت ماشي في فقاع بالمعنى الحرفي. كل المسار اللي انت ماشي فيه سواء في التدريب سواء في اللوكاندا سواء في الانتقالات هو ما بيتغيرش. اذا الكره راحت من ملعبك بعيد عنك مش مسموح لك انت تجيبها، في ناس مخصوصين بيجيبوها لك. بيبقى يعني درجه الاطمئنان بالنسبه لهم كبيره جدا جدا. ممنوع حد، وده اللي خلانا النهارده يعني احنا امبارح اتاخرنا عشان استاذ ابراهيم راح الملعب وانا استنيت هنا عشان نقدر نجهز معلومات من الملعب والشغل اللي هنجهزه من هنا. فلما اتاخر التمرين اتاخرت الرساله. النهارده قالوا ممنوع انك تغادر الملعب الا في قافله، كل العربيات مع بعضها، فانت بتروح جماعه وترجع جماعه، تروح زي ما تروح والعربيات كلها تتحرك مع بعضها. هو ده النظام الصارم في التحرك في مسار محدد جدا. وفي اصدقاء كتار لينا هنا ليك وليا بيتصلوا نفسهم يشوفونا، ناس كتير من الجاليه المصريه قاعدين يتواصلوا معانا. يعني بيقولوا ان احنا مقصرين معاكم، بس هم مش عارفين يقربوا. مش عارفين، واحنا بالتالي مش عارفين نخرج لهم صحيح. لكن في كل الاحوال كل ده يهون، وكل ده يعني ثمن بسيط جدا. التليفون ده مهم. مستنيه انت. الو، ايوه كابتن وائل جمعه، اهلا بيك. الصخره،
حضرتك ازاي كابتن عدلي؟ منورين والله. انت منورنا ومكالمه جايه في وقتها، لان لسه بنتكلم ان احنا في فقاعه مش عارفين نشوف الاصدقاء الغاليين علينا قوي هنا، فاحنا عايزين نعرف خارج الفقاعه دي في ايه. خليك والله انت وكابتن عدلي منورين جدا، وما تتخيلش كميه الزعل اللي احنا فيها ان احنا مش قادرين نشوفكم او نتواصل معاكم ونفتكر الايام الحلوه يعني اللي عشناها مع بعض دايما، وان الاهلي يبقى قريب مننا واحنا مش قادرين نشوفكم، دي ايه يا استاذ وائل؟ حته مش عارفين نشوفكم بسمعها كتير، يعني هل دي تعليمات الفيفا؟ هل في اجراءات طبيه؟ هل في محاوله؟ انت سفير مثلا، سفير للبطوله ملف 22 بطوله العالم، فحتى بهذه الصفه ما انتش عارف تجي لنا؟ والله يا كابتن عدلي انا عملت المستحيل عشان على الاقل اوصل اروح المطار حتى مثلا اقابل الفريق واتواصل مع الناس وكده، ما يعني ما كانش ينفع طبعا. قالوا لي مستحيل، ان التنظيم والاجراءات كلها تابعه للفيفا، ما لهاش علاقه بلجنه المشاريع والارث هنا المسؤوله عن الرياضه في قطر وتنظيم الفعاليات والامور اللي بتحصل في قطر في خلال الفتره اللي جايه كلها لغايه كاس العالم. فبما فيها ان انا سفير لكاس العالم، قال لك الاجراء الوحيد اللي احنا نقدر نعمله لك ان احنا نخبرك في الفندق 3 ايام قبل الفريق ما يوصل، تسلم عليهم وتخرج مره ثانيه، يا اما تفضل قاعد في الفندق معاهم على طول. فطبعا ظروف الشغل ما تسمحش ان الواحد يبقى يعمل كده، فحزين جدا 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 على الموضوع ده. لا باذن الله ما تحزنش. الناس بتقوله والكلام الكتير الواحد بيسمعه، يعني طبعا ده كلام يعني انت لا يمكن تاثر ابدا يا وائل، ان هو ولا ليه اي لازمه. يعني نادي الاهلي بيتنا وكلنا، سواء انا او ابو تريكه او اي حد موجود هنا في قطر بيحب النادي الاهلي، مش منتمي للنادي الاهلي، بيحب النادي الاهلي بس، فيتمنى ان هو يزور النادي الاهلي ويتمنى ان هو يتواجد مع فرقه النادي الاهلي ويبقى قريب منهم. انت ما تتخيلش الناس كانت فرحانه قد ايه يا كابتن عدلي لما النادي الاهلي وصل كاس العالم للانديه واتعرف ان النادي الاهلي جاي قطر. كميه الناس والناس المتشوقه والمنتظره لوصول النادي الاهلي يعني ما تتخيلش. والله احنا يا كابتن وائل لما حصل طبعا الاجراءات الكورونا والحظر، فبالنسبه للتنظيم التنظيم جاي من الفيفا، الفيفا هو المسؤول عن النقطه دي. والناس اللي بتقول الكلام ده كابتن عدلي وسريم ناس ما تعرفش يعني ايه فيفا وما تعرفش يعني ايه بطولات. صحيح هم صحيح. مش مدركين طيب. الموضوع بعيد عنهم جدا يعني. صحيح كابتن وائل، بقى انت واحد من اصحاب الارقام القياسيه في بطوله العالم للانديه، عندك 4 مشاركات ولا 5؟ عندي 5 مشاركات. 5 مشاركات ما شاء الله لاخر وقت. قول لي طيب، شايف بقى البطوله دي وشايف مباراه الخميس الاهلي والدحيل ايه؟ يعني انا مركز مع فرقتنا طبعا، الحمد لله الفرقه كويسه الحمد لله والامور ماشيه بشكل كويس جدا، بعيد عن الضغوط اللي الناس بتحاول تصدرها ان النادي الاهلي سيء والنادي الاهلي عنده مشاكل. شوف ارقام النادي الاهلي وشوف الاداء اللي النادي الاهلي بيقدمه لعيبه حتى في البطوله دي، انا متفائل خير ان شاء الله ان هم هيبقوا ويظهروا بشكل افضل كمان من الـ من الـ من اللي ظهروا فيه الفتره اللي فاتت في مباريات الدوري. يعني امور كتير تسببت في ان الشكل يبقى مش عايز اقول متذبذب النادي، انما النادي الاهلي مش بعيد عن صداره الدوري، وفي صداره الدوري وهو الافضل وهو الاحسن اداء، بيسيطر على كل المباريات فنيا، بيوصل للمرمى اكثر من مره، قليل جدا ان يجي عليك خطوره في خلال المباريات، انما بتهدر فرص كتير، ودي كلها علامات ايجابيه على مستوى الفرقه. النادي الاهلي لو ما وصلش المرمى المنافسين اقول لك الفريق وحش، لو الفريق ما بيضيعش اهداف في المباريات اقول لك الفريق وحش، انما الفريق يمتلك جوده كبيره من اللعيبه دلوقتي واداء في كل الخطوط مميز جدا، عندنا افضل حارس مرمى في افريقيا، عندنا في الدفاع لعيبه ممتازه، مش عايز اذكر اسم لان كلهم كويسين، عندنا احسن نص ملعب بالنسبه لي في رايي هو احسن نص ملعب موجود في افريقيا. في الهجوم احنا محتاجين نستقر بس على الاسماء اللي تلعب في المباريات، انما ضغط المباريات اكيد هو اللي بيجبر المدرب على التغييرات الكتير اللي بتحصل في الفريق. فبالنسبه للمباراه النادي الاهلي الجماعيه اللي عنده ان شاء الله يقدر انه يقدم المنتظر منه. فريق دحيل فريق محترم وفريق مميز جدا في خط الهجوم يا ابراهيم وكابتن عدلي، عندهم لعيبه ممتازه وتقدر ان هي تصعب الامور على النادي الاهلي جدا، انما
انا عندي ثقه كبيره في وسط ملعبنا انه هيبقى كلمه السر في المباراه دي، نعزل هجوم الدحيل عن بقيه الفريق ونستغل الثغرات لان في اخطاء في الدفاع عندهم نقدر ان احنا ان شاء الله نسجل منها اهداف يعني. ان شاء الله. كابتن وائل هتحضر المباراه في الملعب ولا برضه لازم تعمل مسحه علشان تقدر تحضر؟ هو احنا وان شاء الله الاستوديو بتاع المباراه عندنا هيبقى في المباراه، وبرضه احنا هنعمل مسحه. مش واحد هيدخل الاستاد يا زريم مش يقرب ده على فكره. انا عرفت ان الجمهور نفسه الجمهور نفسه هيعمل له مسحه. يعني صارمه على كل الناس، ما فيش استثناءات لحد يعني. حتى الجمهور سمعت انه هيعمل مسحه قبل ما يخش برضه. حتى الجمهور طبعا، حتى الجمهور وهم هنا في بصراحه بيهتموا بالاجراءات الطبيه جدا جدا جدا. يا كابتن عادي في نهائي كاس الامير اللي من كان فتره بسيطه جدا الشهر اللي فات ده عمل مسحه للجمهور قبل المباراه بحوالي 45 دقيقه تقريبا او نص ساعه، وبان نتيجتها يعني. جمهور الاهلي ان شاء الله هيكون حضوره كبير، لان انا عرفت ان التذاكر نفذت وكان اقبال الجماهير المصريه عليها كبير. يا زريم انت لو الملعب مليان والحضور كامل كنت شفت جمهور النادي الاهلي صحيح قطر وتشوق الناس للحضور المباريات، كان هتلاقي 60,000 اللي هم ساعه الاستاد دول يعني كلهم اهلي. فطبعا يعني الكورونا والاجراءات الموجوده المتخذه والمتابعه في 30% هتحد طبعا من قله الناس، انما لو حتى احنا متعودين لو جمهور الاهلي حتى لو 5,000 في الملعب هتحس بصوتهم وتسمع وتشوف مساندتهم للفريق عامله ازاي. فيعني كابتن وائل يعني المصريين والجاليه المصريه شفنا حجم يعني الاهتمام من الجماهير بالنادي الاهلي ومدى الشغف واللهفه على لقاء فريق النادي الاهلي، لكن هل للاهلي شعبيه لدى الجنسيات الاخرى المقيمه هنا في يعني شعرت بشعبيته ولا هي قصيره على الجاليه المصريه؟ لا طبعا النادي الاهلي شعبيته عالميه دلوقتي يا كابتن عدلي، ونادي وصل للعالميه يعني مش نادي بيلعب على مستوى القاره بس، لا النادي الاهلي اسمه يتواجد في مكان في بطل اوروبا لمده 5 دورات على يعني في كاس عالم يا كابتن عدلي. فده دي نقله ثانيه، احنا بقينا يعني مصنفين دلوقتي يا كابتن عدلي في تصنيف مختلف تماما عن افريقيا، يعني حاجه تشرف طبعا كل منتمي للاهلي. ففي طبعا الجنسيات العربيه هنا عارفه النادي الاهلي كويس جدا وبتتابع النادي الاهلي وبتتابع ادائه وبتتابع المباريات وبتتابع لاعبينه حتى، يعني انا في ناس جنسيات عربيه معانا بدون تحديد اسماء حافظه النادي الاهلي وحافظه مبارياته وحافظه مواعيد المباريات بتاعته. لا في طبعا في متابعه كبيره جدا جدا من كل الناس اللي متعلقه بالكوره، لان النادي الاهلي يعني بقول لك اصبح ترند عالمي مش فريق داخل القاره او داخل مصر بس يعني. كابتن وائل وانت واحد من اصحاب الجيل الذهبي بقى اللي عندهم الرقم القياسي في البطوله دي، تقول ايه للاعيبه الاهلي تحديدا؟ يعني لو انت ليك الكلمه للاعيبه الاهلي كلهم تقول لهم ايه؟ يعني اقول لهم ان احنا فخورين بوجود النادي الاهلي هنا ووجودكم انتوا هنا، انتوا كتبتوا تاريخ جديد زي اللي احنا كتبناه قبل كده، ونتمنى لكم التوفيق وبدون ضغط احنا كل تفكيرنا وكل تركيزنا في الخطوه الاولى. انا افكرهم بموقفنا في 2005 وانت كنت موجود معانا كابتن عدلي في اليابان. أيوة. رحنا بطموحات كبيره جدا، كان موجود ليفربول في البطوله دي وفكرنا في كل حاجه في البطوله الا المباراه الاولى. ايوه خسرنا وكان شكلنا ما ظهرناش بالشكل المنتظر مع ان كنا يعني في امال كتيره جدا جدا محطوطه علينا، انما انتوا مجموعه كويسه وفرقه بتلعب بجماعيه وفرقه بتحبوا بعض، تركيزكم زي الفتره اللي فاتت، عايزينكم تظهروا كل واحد يظهر بالشكل اللي هو يرضي بيه عن نفسه ويرضي ناديه ويحافظ على صورته ويحافظ على صوره النادي الاهلي، ويعرفوا ان هم بيمثلوا صوره اسم مصر طبعا في بطوله عالميه بيحضرها بطل اوروبا اللي هو البايرن. يعني فنتمنى الظهور بشكل كويس وبدون ضغوطات وبدون تفكير في امور كتير جدا. انت جاي هنا بطل قاره افريقيا وجاي تحتفل مع ابطال القارات،
أيوة. وبالنسبه للتحليل من قيمه البطوله، لا البطوله ليها اسم وليها تاريخ كبير، ومجرد مشاركتك كبطل في بطوله عالم ده حاجه تزيد الاهلاوي فخر بفريقه ان هو تواجد للمره السادسه على يعني توالي في كاس العالم للانديه. يعني مساله التقليل ده كلام بيتقال يعني للاستهلاك الاعلامي ليس الا، يعني دي بطولة العالم للقارات للأندية، يعني ايه أعلى من كده؟ ما فيش أعلى من كده بالنسبة للأندية. لكن أعتقد برضه كابتن وائل يمكن يبقى السؤال، رهانك مع زمايلك في الاستوديوهات تشعر ايه؟ الدنيا رايحة ازاي؟ هل شايفين المباراة هتبقى متكافئة؟ حظوظ الفرقتين مع بعض موجودة ولا حد بيرجح كفة حد على حد؟ انا اتكلم عن نفسي ومن خبرتي يا كابتن عدلي، المباراه دي 50-50 قبل المباراه. داخل المباراه لو نادي الاهلي ظهر بجماعيه اللي انا اعرفها عنه بالاداء الفردي المتميز لكل لعيب ان شاء الله نادي الاهلي هيفوز. حتى لو في فريق الدحيل، مع كل الاحترام للاعبين اللي عنده خط الهجوم، خط هجوم لاعبين ممتازين، الاربع لعيبه اللي خط الهجوم ويقدروا ان كل لاعب فيهم يقدر يخلص المباراه، انما انا رهاني على جماعيه النادي الاهلي. انا بالنسبه لي شايف الجماعيه بتاعت النادي الاهلي ممكن تحسم المباراه للنادي الاهلي ان شاء الله. هو ده فصل الكلام يا كابتن وائل، يعني اوجزت فانجزت الحقيقه، يعني حرمتنا الظروف ان احنا نشوفك، لكن كويس ان احنا سمعنا صوتك. كل الناس اللي بتروح تعطي وابراهيم لبعثة النادي الاهلي وكل الناس اللي موجوده معاكم في الدورين اللي في الفندق، انا عايز اقول لك بس ان معلومه كمان اخيره. اتفضل. انا بيدي منكم 5 دقائق. الله، يعني والله يعني بتشوفنا من البلكونه ومش عارف تجي لنا، يعني تخيل كميه الحزن اللي الواحد فيها ان انا بعيد عنكم. ما هي دي اللي بيقولوا عليها العين بصيره واليد قصيره. ايوه. لا والله الواحد باذن الله يعوض كل هذا يا استاذ يا كابتن وائل. انا بتواصل طبعا معاهم بالتليفون كلهم، بدايه من كابتن محمود واللاعبين والجهاز وكابتن سيد وكل الناس اللي موجوده عندكم، سلامي ليهم كلهم وسلام كل الناس اللي في الدوحه اللي مش قادره ان هي توصل للعيبه وتوصل للناس اللي موجوده في البعثه. تحياتنا ليك والف الف شكر يا كابتن وائل، وموفق دايما ومستمتعين بيك كمحلل كبير الحقيقه. شكرا مستر، شكرا يا كابتن عادل مره ثانيه. شكرا جزيلا للكابتن وائل جمعه، نجم النادي الاهلي وواحد من نجوم الجيل الذهبي، الجيل اللي ابراهيم 5 كاس عالم. جملتين ثلاثه اللي قالهم في الاخر بيلخصوا كل شيء. الحقيقه يعني عجبني جدا جدا في تلخيصه الفني لواقع الامر. المباراه 50-50 ده كويس. طيب هم عندهم خط هجوم قوي واحنا عندنا جماعيه تنظيم دفاع ونص ملعب. لو استطعنا بطموحاتنا بتركيزنا بإيماننا بقدرتنا على تجاوز هذه المباراة بدون ضغوط وانت بتستمتع بس شاعر بالمسؤولية، اعتقد ان ربنا هيوفقنا وبإذن الله يبقى ساعتها بقى ما حدش هيقول انا زعلان اني ما شفتكمش، الدنيا كلها هتشوفنا وهتفرح بينا. وخلينا احنا قبل كل ده نبقى مصدقين يس وي كان. طيب خليني اقف معاك لان انت كنت واحد من الشهود العيان بقى، بل يمكن صناع الحدث وقتها، لان وائل فكرني بمفارقتين 2005 و2006. 2005 احنا رايحين بهاي اكسبكتيشن، ما قلنا كده امبارح، توقعات عاليه جدا لدرجه ان وائل قال لك الناس فكرت في كل حاجه الا المباراه الاولى. شوف التعبير وده حقيقي. تخيل هو كانت المباراه الاولى عربيه، هو نبهني ما عشان كده استسهله. ايوه احنا استسهلنا، التعبير ده عبقري. احنا فعلا فكرنا في كل حاجه الا اول حاجه، فكرنا في هنعمل ايه مع مش عارف نادي ايه، وهنعمل ايه مع نادي اللي هو شوينا السمك قبل ما نصطاده. بالظبط كده. اصبحت المساله دي ادتنا الخبره بقى في 2006. كل مباراه على حده. ايوه وكدنا ان نصل الى النهائي. وائل قال حاجه لانوان والجوزي قالها ساعتها، قال لهم انتوا جايين تتكرموا، انتوا ابطال القاره، ده مؤتمر لتكريم ابطال القارات. اللي بقى يجي يقول لك مفيش حد يقعد في مصر يقدر يفتح بقه معاك. انت قاعد في مصر ما تنقضنيش انا اللي هنا. انا اللي في المونديال مهما حصل. يعني انت يعني لانك انت لو انت عايز تبادلني تدفع قد ايه عشان تيجي مكاني وانا انتقدك في مصر؟ يدفع كام؟ يعني
لا ده كلام، سيبك من استهلاك السوشيال ميديا والكلام اللي بيتقال اللي هو ما عرفش طول حاجه قال لك عليها، ما اعرفش زي ما هم حرين. لكن الواقع لا، انت احنا في اليابان، احنا في قطر، احنا في المونديال، احنا في المغرب، احنا لا احنا في المونديال في الاخر. صحيح هي الكره المصريه ما عرفتش سفير ليها في العالميه فقط الا النادي الاهلي من افريقيا. لا في بالنسبه للانديه المصريه الكره المصريه ما عرفتش سفير ليها في العالميه حتى الا النادي الاهلي. هنحاول نحافظ على هذا الكلام. لان شوف اللي قال لك ست مشاركات، اللي قال لك البطوله الكونفدراليه ده كلام فارغ، هو اللي احتفل بيها جدا جدا لما خدها. اللي قال لك مش عارف بطوله كاس مصر دي كلام فارغ، هو اللي احتفل بيها جدا جدا لما خدها. اللي بيقول لك ان الدرع ده اللي هي المثل ده حته صفيحه احتفل جدا جدا. النهارده كاس العالم نفس الشيء، لو اللي هيوصل كاس العالم هتسمع منه هو هي ان دي الحياه. مقوله اضعف بطوله هي البطوله التي لا افوز بيها. معلش ما ويا رب يفضل احنا نروح البطولات الاضعف نفوز بالبطولات الاضعف. وغيرنا يرى ان هو دي بطولات ملهاش لازمه. طيب الصحف بقى، المهندس عادل امبارح اتكلمنا على المردود الاعلامي والمردود الصحفي يا جماعه. يعني هذا الحدث الكبير، وجود الاهلي في كاس العالم للانديه، المشاركه السادسه للنادي الاهلي، حفاوه الجماهير المصريه الرائعه. لانه الحقيقه كابتن وائل جمعه لما اتكلم قال لك لو سعه الاستادات مش 30% لو 100% هتلاقي الجماهير الاهلاويه والمصريه ماليه كل هذه الاستادات. عشان كده كان المردود الصحفي والمردود اللي اتنشر في الجرايد، في كل الجرايد صحيح المصريه والعربيه والقطريه وكل الصحف العربيه والدوليه، هذه الحفاوه وهذه اللفته الكبيره اللي الناس لاحظتها، ايه هذا الاستقبال الرائع جدا الحقيقه في الاستقبال. ان هذه الجماهير على كثافتها وعلى غزارتها وعلى حماستها كانوا ملتزمين جدا بالشروط الاحترازيه، اتعمل لهم حواجز حديديه ما عدوهاش، ما تقربوش من البعثه ما قربوش، الناس بينها وبينك مسافه كبيره عندها لهفه وعندها شوق. لكن في نفس الوقت محافظين على التباعد، محافظين على الشروط، محافظين على القواعد اللي فرضت عليهم. عشان كده كان من المناسب جدا ان انا اقول لك على واحنا هنا بقى واحنا في المونديال الصحافه المصريه قبل ما نشوف بقيه الصحافه القطريه والعربيه ازاي عبرت عن هذه الحفاوه المصريه الكبيره في استقبال بعثه النادي الاهلي لدى وصولها. الاخبار قالت هزت الدوحة بالهتافات المصرية، جماهير الأهلي تقتحم بفريقها أجواء المونديال مبكرا، موسيماني مندهش والبعثة تخرج من السجن بعد 20 ساعة، فترة الاحتراز الشديدة اللي طالت لغاية لما جت النتيجة تاني يوم بعد الظهر. طبعا صحيح. عندك تعديل او لا 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 هو ده عندك تعليق على دهشة موسيماني؟ لا ما هو انا احنا كل ده قلناه امبارح، احنا رصدناه. الراجل قال ايه الفرقه دي اللي في كل حته اروح الاقي لها جماهير بهذه الحماسه وهذا الشغف وهذه الاعداد المتحمسه جدا. يعني المصري اليوم قال استقبال اسطوري لبعثه الاهلي في الدوحه، الفريق يواصل استعداداته للرحيل القطري، والخطيب يطالب الجهاز الفني واللاعبين باسعاد الجماهير. قال كده النهارده بقى. قال مش عايزين ضغوط، مش عايزين توقعات، سيبنا من الكلام ده كله، احنا الحقيقه الثابته احنا ابطال افريقيا وتاهلنا للمونديال. في المونديال عايزين نعمل مباراه تليق بينا. النتيجه من عند الله سبحانه وتعالى بدون ضغوط، ولكن نامل تجاوز المباراه الاولى. كلام واحد فاهم كلعيب كإداري كمسؤول كبير جدا. عندك ملحوظة على محمود الخطيب اعتزل سنة 87. يعني الحقيقة لما بتتكلم في حد فاتت عليه كل هذه السنين ولا يعني عقود لازال وهج النجومية بالنسبة له وصورته. طيب عند الجماهير غالبية الجماهير اللي كانت بتهتف بحنجرة وحماس ما شافوش الكابتن الخطيب في الملعب. ايوه بس ده اللي بيهتفوا الخطيب مين؟ رئيس النادي الاهلي، رئيس النادي الاهلي الاداري. اللي الناس قعدت تقول لك الاسطوره. الاسطوره في سمع زي ما انت تيجي تحتفي بمارادونا، بيليه، دي ستيفانو، كابتن صالح، بتحتفي كابتن حسن بتحتفي، لكن في كل واحد فيهم قيمه مضافه. ايوه الاسماء اللي انا قلتها، كابتن صالح بعد ما احتفوا الناس بيك كلاعب احتفوا بيك رئيس نادي. كابتن حسن نفس الشيء. النهارده الكابتن الخطيب اثبت هذه الجداره وهو لاعب وهو مسؤول على قمه
المسؤوليه في النادي الاهلي بنجاحات الحقيقه قياسيه. ما هو يعني انت لما تبقى بتتحرك هنا والناس شايفه لك شغل شغل كويس وهنا شايفين لك شغل كوره نشاط رياضي انشاءات تفكير في مشروعات لبكره صحيح لا. حتى النواحي الماليه والاقتصاديه انت شفت الطفره الكبيره وانت مشغول اقتصاديا كيف تدير الملف. ما هو انت ما كانش عندك اقتصاد قوي صحيح ما تقدرش تنجز حاجه فانت بتنجز في كل المحاور دي لان عندك اقتصاد قوي ومبني على يعني مواردك الذاتيه امكانياتك الكامنه جواك تستثمر ازاي كل يوم في فكره جديده لاستثمار قوه استنباط النادي استنباط حتى موارد جديده واستنباط افكار جديده لتنميه موارد طبعاً النادي وتعظيمها طبعا امور ولذلك تملي انا استاذ ابراهيم اقول للجمهور النادي الاهلي اللي يقول لك افتحوا لنا تبرع نبني اهم من ان انا افتح لك تبرع شوف رعاة النادي الاهلي وروح لهم وقف معاهم وانتمي اليهم عشان هم دول اللي بيدونا العوائد اللي نقدر نصرف فطول ما هم بيحققوا اهدافهم من خلال جماهير الاهلي لا هيفضلوا مرتبطين بينا ومش هيبخلوا على النادي الاهلي بحاجه. يا جماهير الاهلي شوفوا رعاة النادي الاهلي في كل شيء وروحوا للمنتج بتاعها دي اللي انتوا لو انتوا عايزين تساعدوا النادي الاهلي. طيب الاهرام قال كمان النهارده موسيماني للاعبي الاهلي تخلصوا من الضغوط العبوا لناديكم وبلدكم بس هو ده ضغط المسؤوليه لكن مش الضغط المفروض اللي يوترك اتثق في نفسك وفي امكانياتك وانزل استمتع بس ما تبخلش بجهد هو المقصود بالكلام ده لا ما تبسلش الضغط يكون جماعي التحرك بسرعه بوحده ملتحمه الارتداد من الهجوم للدفاع ومن الدفاع للهجوم في سرعه البرق ما حدش يدخل مجهود لكن ما تتوترش. قالت كمان الاهرام المدرب يشعل حماس المران ويحذر من قوه الدحيل والحاوي يبدا التدريب كل دي اخبار مظبوطه قلنا عليها ان شاء الله ويا رب يا رب تتحقق يعني ان نروح بالعلامه الكامله مكتملين كلنا علشان يبقى الراجل وهو بيحط تشكيلاته وبيعمل تغييراته لا عنده كل القماشه. طيب هنطلع لفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله هنتواصل مع حضراتكم ومفاجآت اخرى تطمنكم على الاهلي من ارض المونديال. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما شفنا قبل الفاصل الحفاوه الاعلاميه والصحفيه بالاستقبال الكبير لبعثه الاهلي وبمشاركه الاهلي في بطوله كاس العالم اللي الاهلي بيشارك فيها لو حد ما بيعرفش يعد المره السادسه دي المره السادسه برقم قياسي كبير للاهلي في حضوره في كاس العالم للانديه كبرى بطولات العالم على مستوى الانديه. الجمهوريه قالت النهارده ضربه البدايه امام الدحيل الاهلي يتحدى ابطال العالم اللي موجودين هنا ابطال العالم ابطال القارات. موسيماني يذاكر ويضع برنامجا بدنيا مكثفا. الاخبار المسائي قالت بدايه وترقب. الجهاز الفني للاهلي يدرس الدحيل بالفيديو والالتزام بالكبسوله الطبيه. ايوه طبعا شوف احنا اللحظه اللي احنا عايشينها دي لحظه ارجو انها ما تتكررش بعد كده لانها هتبقى تجربه فريده جدا وثريه جدا على المستوى الانساني. كورونا دي تجربه انسانيه هتخلي العالم يفكر. المفروض لو عندنا دم على مستوى العالم الانسان لو شعر بانسانيته وبضعفه وبهيافته قدام الفيروس لازم يبتدي يعيش بقى في سلام شويه انما انت بتخلص عليا عمال تخترع لي قناه بالذريه بتاع ويجي فيروس يهزمك وانت في بيتك من يعني فارجو ان التجربه دي تبقى تجربه انسانيه العالم يبقى يخرج منها بشكل افضل. طب فكره الاهلي يتحدى ابطال العالم زي ما قالت الجمهوريه هو ده الواقع. هي البطوله فيها تحدي؟ اي حاجه في الدنيا فيها تحدي واذا ما كانش في تحدي بس التحدي بالمعنى الصح الصحي اذا ما كانش فيها تحدي ايه الدافع اللي هيخليك تتطور التحدي اللي بيؤدي الى التطور فانت بتقابل ابطال القارات. حقيقي الدحيل ما هوش بطل اسيا ولكنه بطل الدوله المنظمه هو نادي من الانديه الكبيره جدا يعني في ثوه الجديد من 10 سنوات بس كسب سبعه من 2009 نشأته 2009 يعني ما هو 10 11 سنه ده يكسب سبع مرات الدوري
ولكن بالتدعيمات اللي خدها اعتقد انه كان يقدر يبقى منافس قوي جدا على بطوله اسيا. اذا احنا لازم نقدر هذا المنافس ونحترمه جدا جدا جدا. طيب ختام الجوله الصحفيه بتاعتنا من الوفد، اجراءات طبيه صارمه واستقبال حافل للبعثه، الاهلي يرفع شعار ممنوع الاقتراب او التصوير في قطر. هو الاهلي اللي رفع الشعار ولا اجبر على رفع هذا الشعار؟ لا، هو الاهلي رفع شعار انه ملتزم بهذا الكلام. يعني التزام النادي الاهلي كان واضح جدا باينه. لكن كابتن وائل يعني بعثه هونداي الكوري معانا هنا خضع لنفس الاجراءات زي بس الكابتن وائل حط لك النقط فوق الحروف. اما ده راجل سفير بطوله كاس العالم، حاول المستحيل ما قدرش يجي. فده دليل على ان الناس واخده هذا النظام بصرامه. طيب في تليفون معانا. الو. ايوه، ناقدنا الرياضي الجميل وصديقنا العزيز اسامه السويسي، اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك استاذ ابراهيم، واهلا بالبشمهندس عادل القيعي، منورين الجوحه، منورين جدا جدا، ويا لها من مهمه شاقه. يا لها من يا مهمه شاقه يا اسامه ان انا اكون المداخله الثانيه وراء الصخره. ورا الصخره. والله الصخره الحقيقه متالق في الاستوديوهات التحليل، وانت متالق كمان في العمل الاعلامي، واحد من المصريين المشرفين في منطقه الخليج العربي الحقيقه يا اسامه. ربنا يعزك، وهكرر تاني برضو زي ما قال وائل، اسمحوا لنا على التقصير، اذا كان وائل بينه وبينكم 5 دقائق فانا بيتي والفندق 3 كيلو متر، يعني مش يعني ممكن اجي ماشي. بس انا زعلان مش عارف اشوفك يا اسامه، لا انت ولا اسلام ولا حبيب اولادك. والله وانا كمان وكل يعني احنا عايزين ناس كتير عايزه تيجي تزوركم وعايزه تيجي تحتفل بيكم وعايزه تقوم بواجب الضيافه معاكم، بس للاسف لا، احنا مقدرين الحقيقه يا اسامه. انا من الكلام ده استاذ اسامه، يعني مش عايزين نعيش اجواء الحزن قوي، لان عايزينك تعوضنا كيف ترى الاهلي وكيف يراه المجتمع اللي انت عايش فيه خارج هذه الفقاعة التي نعيش نحن فيها. طيب عشان اهون عليكم واهون على نفسي احكي لكم قصة صغيرة كده. اتفضل. من كام شهر كانت قطر بتنظم نهائيات دوري ابطال اسيا. لفرق الشرق ثم لفرق الغرب. وكان موجود هنا في فرق الشرق نادي فيسيل كوبي الياباني. اللي بيقودوا الأسطورة الأسبانية أندريس إنيستا. وقعد في الدوحة 3 أسابيع داخل الفقاعة الصحية مع فريقه. ما عرفش يقابل صديق عمره تشافي هرنانديز مدرب السد. إنيستا ما عرفش يقابله. التليفون مش أكتر، رغم إن المسافة ما بين مقر إقامة فيسيل كوبي وبين نادي السد حاجة يعني لا تذكر. فده مهون علينا يعني، بس اللي مهون علينا لا، ده ظرف عالمي وكلنا فاهمينه يعني. كان نفسي تيجوا في اجواء ما فيهاش الفقاعه الصحيه دي علشان تشوفوا شعبيه النادي الاهلي الكبيره جدا والرهيبه جدا اللي في الدوحه. اكتر من اللي شفناه يا اسامه، مشجع اهلاوي اكتر من اللي شفناه في المطار وفي وحوالين الفندق. وانا عارف ان انت احد صناع هذا التنظيم في استقبال النادي الاهلي. يعني والله انا بتشرف ان انا عندي شرف رابطه مشجعي النادي الاهلي في قطر اللي برئاسه صديقي العزيز المستشار حسام ابو العيلة، ومعاه كمان مجموعه من الافاضل الاخوه الزملاء اللي كلهم في مناصب مرموقه هنا، وكلهم بيشتغلوا من خلال حبهم للنادي الاهلي. النادي الاهلي اللي علمنا ان احنا نضحي بكل ما نملك علشان خاطره. فالناس هنا بصراحه يعني مش عايز اقول لكم بقى لهم 3 شهور شغالين على الموضوع دوت، وعلشان بس الناس اللي بتعمل مقارنات، الكلام ده حصل في ظل اجراءات احترازيه شديده جدا جدا. لو ما كانش في الاجراءات الاحترازيه دي كنت هتشوفوا لا يقل عن 20,000 في المطار، وسلسله بشريه على مدار الطريق من المطار لحد مقر الاقامه بتاعكم. كنا عايزين نعمل رقم قياسي يدخل موسوعه جينيس لاستقبال، يكون اطول استقبال لاي فريق رياضي في العالم.
بس للاسف الشديد احنا ملتزمين، كنا ملتزمين بالاجراءات الاحترازيه اللي المفروضه واللي الناس كلها هنا ملتزمه بيها سواء المقيمين او من الشعب القطري. عايز اقول لكم كمان خبر جميل جدا. اتفضل. علشان تعرفوا ان الاهلي دايما هو الرائد. اتفضل. نادي بايرن ميونخ عنده رابطه جماهيريه كبيره جدا في قطر. اتصلوا بيا شخصيا امبارح سالوني عن الاجراء اللي احنا عملناه في رابطه مشجعي النادي الاهلي علشان يعملوا نفس الاستقبال بتاعنا لفريق بايرن ميونخ لما يوصل. قالوا ان احنا بطل اوروبا مش اقل من النادي الاهلي بطل افريقيا، عايزين كمان نشرف بايرن ميونخ ونحسس فريق بايرن ميونخ ان هو جاي وسط جمهوره. فدي حاجه جميله. الحاجه الثانيه ان انتوا طبعا يعني محرومين ان انتوا تشوفوها لان انتوا بتتجولوا داخل الفقاعه وما بتخرجوش غير للملعب ثم الى الفندق. لا الحقيقه انا بروح للمهندس عدلي اوضته يا اسامه. كل افراد الجاليه ومشجعي النادي الاهلي هنا ان احنا نروح صحيح ان احنا نروح الشغل، نروح نتسوق، نمشي في الشارع، ننزل الفتره كلها اللي موجود فيها النادي الاهلي نبقى لابسين تيشيرت النادي الاهلي الاحمر. يعني انتوا عاملين حاله اهلاويه في الشارع بشكل دائم. الحمد لله والحمد لله الناس كلها شايفه رد الفعل ده. وبعدين عايز اقول لك يا باشمهندس حاجه، يعني انت عارف ان هنا في الجاليات اللي مقيمه هنا من كل الجنسيات مش العرب بس. مجرد ان هم بيشوف تيشيرت النادي الاهلي عارف النادي الاهلي، وبقول لك انتوا هتلعبوا الاتحاد يوم الخميس، وعارف ان انت بطل افريقيا، وعارف ان انت بتشارك في كأس العالم للمرة السادسة، وأنا بحب رقم 6 بصراحة. أستاذ أسامة، يعني أنت قلت إنك كان نفسكم تعملوا رقم قياسي وسلسلة بشرية، إحنا شفنا السلسلة البشرية متقطعة فعلاً لكن كثيفة جداً، وأعتقد إن برضه ما تحقق هو رقم قياسي في ظل كورونا، ما أعتقدش إن هذا العدد في أجواء كورونا حصل لأي فريق قبل كده. الحمد لله ما سبقش انه حصل قبل كده، ويمكن كانت حضراتكم شفتوا ان نفس الفريق نفس الموعد بتاع وصول النادي الاهلي كان فريق اولسن هيونداي الكوري الجنوبي. وهو احد الابطال كان فعلا اسيا، وطبعا كوريا شافوا المشهد ده موجوده هنا، ولكن الفرق واضح جدا. النادي الاهلي قيمه وفاليو وجمهوره موجود في كل مكان على كوكب الارض. الحمد لله نعمه كبيره من عند ربنا، يعني بنغمض نفسنا عليها، مش عايزين نقول نحسد. استاذ اسامه، كيف تابع الاعلام هنا اولا تاهل النادي الاهلي ثم حضور النادي الاهلي ثم توقعاتهم لمباراه الافتتاح؟ طيب نبدا الاول بفوز النادي الاهلي ببطوله افريقيا التاسعه. بالقضية ممكن. طيب القضية ممكن بقت حديث الملايين، والتاسعة بتوقيت بتوقيت الاهلي هي نفس الامر حديث الملايين. الحمد لله شفنا الاهتمام غير طبيعي بوصول النادي الاهلي. الاول المونديال فرحان، المونديال نفسه فرحان ان الاهلي هو اللي هيمثل القارة الافريقية، لان الاهلي قيمة كبيرة، الاهلي قيمة كبيرة بتساهم في نجاح اي بطولة قبل ما تبدا. من حيث التسويق والشعبيه، الزخم الجماهيري والمتابعه وكده، كده يمتلكوا من اسم كبير وقاعده جماهيريه عريضه. طيب ده بالنسبه للتاهل، التاهل والاهتمام بتاهل الاهلي انه هيضيف بعد جماهيري واعلامي وزخم كبير جدا للبطوله. ماذا عن لحظه الوصول وكيف رصدتها وسائل الاعلام؟ اولا قناه دي ان سبورت وقناه الكاس كانوا عاملين بث مباشر قبل وصول، من ساعه الطياره ما اتحركت من مصر. من ساعه الطياره ما اتحركت من مصر كان لهم تواجد بث مباشر لكل النقاط اللي حضرتك ذكرتها يا باشمهندس، وهي كانت خمس محطات، محطه عند فندق الاقامه، ومحطه عند المطار، وثلاث محطات في الطريق. كان في بث مباشر ويرد لكل الاجواء الجماهيريه اللي موجوده، وعندنا في قناه الكاس كان تم استضافه النجم المصري محمد عبد العظيم عظيمه من المانيا.
وكان اضافه كبيره جدا من الاستديو ونقل الاجواء تامه بما يملكه من انتماء للنادي الاهلي ولاعب كمان قلت من هيونداي بالاضافه الى المعلومات اللي هو بيجمعها عن كل الفرق المشاركه. الصحف القطريه يمكن كلكم تابعتوا او وصلتكم في داخل الفقاعه اهتمام غير طبيعي بالاهلي بطل افريقيا. في صفحه يوميا مخصصه في كل الملاحق سواء الشرق او الرايه او الوسط او لوسيل او حتى جريده العرب كلهم مخصصين صفحه كامله للنادي الاهلي. كان عنوان مثلا غلاف الرايه استقبال الابطال لطلائع المونديال اولسن والاهلي يدخلان اجواء المونديال. الشرق قالت الابطال في دوحه المونديال في اشاره للاهلي اولسن وهيونداي. ونشرت كمان حوار مع الكابتن طارق دياب نجم التونسي الكبير. انا عايز اعرف طارق قال ايه؟ ان سبورت اتكلم فيها بشكل فني على المواجهه وقال ان المواجهه الاهلي على الورق افضل ولكن الدحيل خطير وانا متفق معاه في الكلام دوت. بالاضافه الى السوشيال ميديا حديث السوشيال ميديا كل الناس المهتمه بالسوشيال ميديا سواء القطريين او الخليجيين مهتمين جدا بوصول النادي الاهلي وبالاستقبال بتاعه اللي كان مفاجئ للناس كلها لدرجه ان رئيس النادي العربي السابق الشيخ خليفه بن حمد بن جبر الثاني كتب تغريده حط فيها فيديو من الاستقبال الجماهيري وهتافات الجمهور الاهلي وقال مرحبا بزعيم قاره افريقيا في دوله قطر. طيب اسامه الكابتن طارق دياب يعني رؤيته لمباراه الخميس زي ما حضرتك قلت انه شايف ان الاهلي بخبراته الكبيره عنده حظوظ كبيره لكن كمان الدحيل فريق خطير زي ما انت بتقول نقلا عنه. انت بقى اسامه السويسي لو حط الفرقتين لماتش الخميس في الميزان الفني شايف الرؤيه ازاي بشكل فني شويه؟ هتفق مع الصخره وائل جمعه. اتفق تماما لان احنا متابعين الدحيل من سنوات. انا يمكن عاصرت الدحيل منذ ظهور او تاسيس نادي الدحيل ثم صعوده للدوري الممتاز اللي عمل مفاجاه طارقه الموسم اللي طلع فيه توج بطل وخلال 10 سنين فاز بسبع بطولات دوري بالاضافه الى 8 بطولات اخرى محليه. والدحيل على فكره فريق على مستوى اسيا فريق قوي جدا يمكن ما كانش محظوظ انه وصل للادوار النهائيه او للدور النهائي ولكن كان بيقدم مردود كويس. هو ما خدش لقب في ابطال اسيا يا اسامه خالص مش كده؟ نعم ما فازش بكاس ابطال اسيا خالص. لا ما سبقش ليه الفوز بكاس ابطال اسيا لكن خرج من الدور النصف النهائي افضل نتيجه. مبدئيا كلمه الدحيل دي نسبه الى ايه؟ هنا في منطقه اسمها الدحيل ولا الكلمه معناها ايه؟ نعم هو نادي الدحيل في منطقه الدحيل. وكان اول ما صعد او اول ما انشئ كان اسمه نادي الاخويه. الاخويا معروف الاخويا. اندمج مع نادي الجيش وبقوا نادي واحد تحت مسمى الدحيل اللي هي المنطقه. تمام. يبقى هو قديم يعني هو جديد قديم يعني. لا هو هو الدحيل اللي كانت مستضيفه بطوله العالم لكره اليد قبل كده. يعني هو نشاته يا اسامه نشاته 2009 وفي 2017 اندمج مع نادي الجيش فتحول من الاخويا والجيش الى الدحيل. مظبوط. تمام. انا بس عايز يعني عايز اركز على نقطه. لو قارنا الدحيل بتاع الشهرين اللي فاتوا دول بعد الدعم الخطير اللي حصل له بالدحيل اللي هو بتاع السنه الماضيه او اللي قبليها ايهم افضل؟ هو 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 انا عايز اقول بس علشان مش عايز الناس تتخض ومش عايز الناس تبالغ ومش عايز الناس تهول او تهول. هو الدحيل على مدار السنوات اللي فاتت دي فريق صاحب مستوى ثابت موجود في منصات التتويج سواء بدوري سواء كاس الامير سواء اي بطوله ليه تواجد بشكل مؤثر. الدحيل تمت اضافه ليه عنصرين مهمين جدا في الانتقالات الشتويه. المهاجم الكيني مايكل كولومبوا ده جاي من كاشيوا ريسولز الياباني وهداف الدوري الياباني ولاعب خطير جدا بس لسه ما دخلش الاجواء مع الفريق لعب ماتشين او ثلاثه بس لكن هو مهاجم خطير جدا. وبيلعب على حساب مين بقى؟
بيلعب على حساب المعز علي هداف اسيا التاريخي اللي عمل نسخه غير طبيعيه مع منتخب قطر في الامارات وفاز بالبطوله وعمل رقم قياسي 9 اهداف في نسخه واحده عدى علي ده الهداف التاريخي الايراني. لكن مصدر قوه الدحيل الخطير جدا هو علي دائي اظن جه اظن علي دائي دلوقتي في الدحيل. لا علي دائي اعتزل انا بكلمك علي كريم رقم علي كريم علي كريم اه علي كريم لسه احد الصفقات الجديده لاعب وسط ارتكاز محترم جدا ومنظمه حديثه. لكن مصدر قوه الدحيل في الجناحين في الجناحين الجناح اليمين نيلسون بلجيكي من الاصل البرازيلي والجناح الشمال دودو البرازيلي الخالص الاثنين حاجه في قمه السرعه حاجه في قمه المهاره التسديدات تسجيل الاهداف صناعه الاهداف والخطوره بتاعتهم بتظهر امتى؟ لما بيكون الفريق مضغوط لما الفريق في الهجمات المرتده بيتحول من الدفاع الى الهجوم بتبقى الكرات العكسية والكرات المرتدة هي دي مصدر الخطورة يعني لعيبة مساحات يعني اعتقد ان خط دفاعنا بسم الله ما شاء الله في الجناحين سواء علي معلول في الناحية الشمال او محمد هاني او اللي هيلعب مكان هاني لا قدر الله لو ما كانش جاهز احمد رمضان بيكرم او حتى اكرم توفيق بالاضافة الى حاجة مهمة جدا ان احنا الاثنين السيرجو باكين بيعرفوا كمان يغطوا خلف ظهيري الجنب سواء بدر بنون في الناحيه اليمين او ايمن اشرف في الناحيه الشمال، اعتقد هيبقى عليهم دور مهم جدا بالاضافه لمحوري الارتكاز اللي انا بعتبرهم اقوى محور ارتكاز في قاره افريقيا، سواء عمرو السوليه او ديانج او حمدي فتحي، وعندنا بقى بسم الله ما شاء الله الخط الهجومي بتاعنا نمسك الخشب الله اكبر عليهم، ربنا يحفظهم وحسين الشحات يبقى موجود مع كهربا مع طاهر مع شريف مع فواليا مع صاحب القضية ممكن محمد مجدي قفشة هيكون لنا دور مؤثر جدا خاصة ان خط الدفاع الدحين مش بنفس قوة خط الهجوم. اذا انت ترى المباراة بقى رهن 90 دقيقة وحالة كل فريق. المباراة اراها على الورق متكافئة من وجهة نظر الشخصية ولكن الخطوط المتقاربة للنادي الاهلي والالتزام والانضباط التكتيكي بتاع اللعيبة وقدرة وثقتنا في موسيماني على قراءة المنافس وتأهيل الفريق وتأهيل اللعيبة لأداء وأدوارهم الجماعية والفردية إن شاء الله هيكون النصر حليف الاهلي وبإذن الله بالروح الفانيلا الحمراء دي أهم حاجة ودي الرسالة بتاعتي لكل اللعيبة العبوا بروح الفانيلا الحمراء تحرروا من الضغوط العبوا لإمتاع الجمهور هتلعبوا على ملعب بسم الله ما شاء الله ملعب مونديالي انتوا سبقتوا كل المصريين وهتلعبوا في ملاعب المونديال بتاعة 2020 متعوا نفسكم متعوا جمهوركم اللي كان عندنا 13,000 مشجع بس هيكونوا موجودين في الملعب بناء على تعليمات الفيفا ان شاء الله الغلبة هتكون ليهم وباذن الله انتوا عارفين لو الملعب الساعه كامله بتاعتي 40,000 اعتقد ان لا يقل عن 35,000 اهلاوي كانوا هيبقوا موجودين. ده يعني كابتن وائل قال هذا الكلام لكن يعني اعتقد برضه 13,000 لو الغالبيه بتاعتهم بتشجع الاهلي فبرضه هيبقوا مؤثرين في الملعب يعني. باذن الله هيشجعوا بروح الثالثه شمال علشان كلنا متفقين ان شاء الله باذن الله ان الكلام دوت يكون لارواح ال 72 شهيد اللي راحوا في مذبحه بورسعيد ندعو لهم بالرحمه والمغفره واتمنى يا رب من لعيبه الاهلي ان يحطوهم قدامهم ويفكروا فيهم ارواح الشهداء ويهدوا لهم الاداء المشرف والميداليه اللي في المحفل العالمي الكبير اللي كل الناس بترفع القبعه لكاس العالم للانديه باستثناء بعض الغير اسوياء ربنا يهديهم. طيب اسامه التذاكر الحضور هنا تذاكر المباريات كانت اسعارها ايه؟ تذاكر المباريات بدات من 10 ريال من 10 ريال لغايه يعني بالمصري كام؟ 200 ريال الفئه الاولى ولكن 10 ريال يعني حوالي 50 جنيه الامور تبقى واضحه للناس كلها 45 جنيه التذاكر تم بيعها عن طريق الفيفا عن طريق الاونلاين مش عن طريق اي حاجه تاني وكل مشجع هياخد تذكره مش هيحصل عليها الا لما يخضع لفحص
كورونا. استاذ اسامه الاستثناء في الموضوع دوت اللي اصيب بكورونا بعد 1/10 اللي فات او اللي اخذ اللقاح الجرعتين بتوع اللقاح. غير كده لازم هيخضع للفحص. استاذ اسامه قبل ما تبقوا بس عندي رساله. ايوه ده اللي انا عايزاه. قبل ما تبقوا عندي رساله، اولا تحيه ومباركه للمهندسه حنان الدين. تمام. علشان تلميذ المهندس عادل يا سيدي. كمان نفخر بسيدات الاهلي، اول سيده عربيه وافريقيه تحصل على دبلومه الفيفا في التحكيم الرياضي والمنازعات والعقود، ودي اول حاجه تحصل عليها تحت اشراف الفيفا، حاجه تشرف بجد. صحيح. والله انت بما انك يعني داخل يعني تذكرنا ان نشكر اصحاب الفضل، فالحقيقه لازم نشكرك ونشكر الكابتن وائل ونشكر فريق العمل اللي عايش معانا هنا مجهودات خارقه. معنا دي لو تسمح لي يا باشمهندس بعد اذن حضرتك. اتفضل. تحيه لصديقي العزيز ايهاب الخطيب، تحيه لصديقي العزيز جمال جبر، تحيه لصديقي العزيز المخرج محمد ذكروني على الجهد الكبير اللي عاملينه علشان انتوا تطلعوا من الاستديو جوه الدوحه وتوصلوا للناس والملايين مش في مصر بس، في الوطن العربي كله. لو الحقيقه كل لا فريق العمل كمل بقى لفريق العمل. ده كل فريق العمل يعني العمل الحقيقه استاذ محمود عدلي رئيس استاذ محمود عدلي المدير التنفيذي لشركه طبعا لا وبعدين لايف. لازم نشكر برضه استاذ محمد عجيب صحيح والاستاذ احمد يحيى وشادي ويحيى والمهندس احمد حسن فريق عمل الحقيقه متفاني. احنا قاعدين دلوقتي بنكلمك بتكنولوجي جديد جدا. أيوة. يتنقل واحنا قاعدين مكاننا. انا ذكرت يا باشمهندس، انا ذكرت الناس اللي انا وعلشان اوصل لكم مريت عليهم. صحيح. ايوه فاحنا بنكمل بقى بما اننا نشيد باصحاب الفضل عشان يا رب ما نكوناش نسينا حد. ونشكرك انك ذكرت يعني فكرتنا ان احنا نشكر. ونشوفك في القاهره بقى يا اسامه ان شاء الله. ان شاء الله هحاول باذن الله لما اكون معاكم الدنيا ان انا اجي اودعكم في مطار الدوحه واسلم عليكم لو الظروف سمحت ان شاء الله. لا الظروف بقى تسمح بقى نخرج بره في القهوه ده اللي بيقول كل اللي بقى. ايوه صحيح. بس يحصل يعني يا رب ايا كانت ابراهيم وعادل سلمتين. لا موجودة ان شاء الله ايا كانت النتيجة اذا عملنا اللي علينا يا استاذ ابراهيم. صحيح. ومنورين الدوحة واصبحوا لنا تاني على التقصير بسبب الفقاعة الصحية بتاعت الجيش. لا ملحوقة ونشوفك دايما على خير يا اسامة. شاكرين يا اسامة كتر خيرك. شكرا جزيلا للصديق العزيز الناقد الرياضي المتألق الحقيقة اسامة السويسي. حطينا واحد من العناصر الأهلوية المصرية المشرفة. أكنك في الشارع. يعني حطينا في الأجواء مظبوط. ردود الأفعال، التوقعات، التقييم الفني مع الكابتن وائل. أعتقد إن احنا كنا محتاجين نفهم الصورة خارج دنيانا المقفولة دي. وأنا شايف خليني بقى نروح حتة فنية شوية. يعني أنت الكابتن طارق دياب قال لك على الورق الاهلي اخطر، لك الاهلي افضل لكن الدحيل خطير خطير. وده كابتن وائل جمعه قال لك المباراه قبل ما تبدا 50-50. واسامه شايفها نفس التكافؤ. انت بقى برؤيتك الخبيره ازاي الخمسين بتاعت الاهلي ترجع في المباراه؟ ثقافه الاهلي ثقافه الاهلي في التعامل مثل هذه الامور واستدعاء أيوة. الخاصية الخاصة جدا بالنادي الأهلي. أيوة. تلك يعني الأمر الغامض، القوة الخفية، القوة اللي ما حدش عارف يوصفها بيسموها روح الفانيلا. واستدعاء روح الطموح والثقة في أنك أنت قادر على أنك تعمر حاجات تبان بعيدة عنك أو أكبر منك. لكن العمل الجماعي الإخلاص لاسم النادي الأهلي، كلنا نصغر قدام المسؤولية اللي احنا بنشيلها وفي شكل عمل جماعي. كل دي مفاتيح يا أستاذ إبراهيم مع الشخصية اللي تخليك ما تتوترش. انت كابتن طارق دياب قال جملة مهمة، الأهلي على الورق أفضل. إذا ساب الباقي لإيه؟ لكل اللي أنا بقوله ده. أيوة. ظروف الماتش، انك لما تتعامل مع حد اسرع منك ازاي تتعامل بذكاء وتتعاون بجماعيه مع اللي جنبك انك تقضي على خطوره هذه السرعه وما تديش المساحات. عمل فني
وعمل إرادي مش إداري إرادي للناس كلها إنها تشتغل عليه. كابتن طارق دياب ما في فرصة إلا ويعبر عن تقديره واحترامه للنادي الأهلي. وهو على فكرة طارق دياب ده أيقونة من أيقونات الكرة صحيح التونسية والعربية العربية الإفريقية التونسية. التونسية طبعا صحيح. وشغل وزير شباب ورياضة فترة حاجة رمز من رموز الخالدة. عايز أقول لك إن الحوار اللي أسامة اتكلم عليه ده ويمكن في فيديوهات كتيرة له الحقيقة هو قال حتى أنا سعيد جدا بنجاحات محمود الخطيب مع الأهلي وده اللي أنا عايز أقوله. ما في فرصة إلا ما يدي لكل واحد حقه. أيوه حتى كان له تصريح قريب في زي ما انت بتقول كده. ايوه انا عواطفي هتكون مع النادي الاهلي لتقديري لاسطوره الكره واسطوره الاداره حبيبي وصديقي محمود الخطيب الذي يبذل جهدا يعني هو بيتمنى الاهلي يكسب تقديرا لواحد هو يقدره جدا. ده منتهى يعني الصدق الترابط والصدق لان انا هفكرك انه تقريبا نفس الجمل سمعتها انا وانت من النجم المغربي الجميل عزيز بودربان في كاس العالم في اغادير. كل واحد في دول في بلده أسطورة. هو قصه اسطوره كبيره. وتخلي بالك كلما الرياضي الحق كلما ارتفع شانه كلما زاد تواضعه واحساسه بالاخرين. ايوه مفيش غيره مفيش نفسانه. كل واحد حاطط كل واحد مرادف له في مكانه يمكن تسبقه. ايوه فانا يعني حبيت ألمس على ما يقوله الكابتن طارق دياب. وكويس انك فكرتني بعزيز بودربالة. لا متعنا في اغادير في كاس العالم طبعا فاكر بالعود والغنى راجل فنان وراجل هايل جدا 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 يعني كل دي ورابح ماجر ويعني كل صحيح. دي اساطير في بلادها لازم نهتم بيها. ولو خدنا بقى اساطير التعليق الشوالي على حفيظ دراجي على اساطير يعني صحيح. انا هتبص تلاقي للاهلي مكانه واحترام عندهم صحيح. انا سعيد جدا بالجوله اللي تمت دي ومبسوط بان احنا قدرنا نوجد طريقه فنيه نتواصل بهذه السهوله. لكن دهمنا الوقت دهمنا خلاص حتى هنا وغدا يتجدد اللقاء. طيب خلاص اختم بقى. شكرا جزيلا لحضراتكم الحقيقه كان في تفاصيل كثيره كان من المهم ان احنا نتناولها مع حضراتكم لكن ملحوقه ان شاء الله ملحوقة. بكره نلتقي باذن الله في نفس الموعد في 11 مساء. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي سفيرا للكره المصريه والافريقيه في المونديال بطلا شامخا وغدا نلتقي ان شاء الله. تصبحوا على خير.